قالت بعد إذن حضرتك توطين صناعة الدواء في مصر، ومهم قوي أعرف من حضرتك في ظل اللي العالم بيمر بيه وفي ظل اللي بيحصل نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، محدش عارف لسه اللي جاي إيه، والدواء شيء أساسي في حياة الناس. وصلنا لفين، وهل هناك معوقات لمسألة توطين صناعة الدواء في مصر؟ طب انا هقول لحضرتك حاجة علشان بس ما نبقى يعني عارفين احنا بنتكلم في ايه. صناعة الدواء الحقيقية هي مش في مصر. يعني صناعة الدواء الحقيقية، اولا احنا نصيبنا احنا كقطاع عمل العام اقل من 10% من السوق يعني كرقم كقطاع. كقطاع بننتج أدوية مهمة جدا للشارع المصري، وأدوية ثمنها معقول عكس القطاع الخاص اللي هو راح لمنتجات تانية. ده إنما في الآخر أغلبنا إن ما كانش كلنا إحنا زي ما تقولي كده بنجمع عربية أو بنجمع دواء. هي جينيريكس اللي بيستثمر في البحوث والتطوير عشان يطلع بدواء جديد يقدر ينافس بيه في العالم، يعني أكاد أقول مفيش ولا حد. فإنما في هذا المجال إحنا كنا بننتج الخامات الدوائية في شركة نصر للأدوية والهنود يعني والصينيين مسحونا زينا زي بقية العالم. يعني إحنا صحينا في كوفيد إنه أمريكا وأوروبا بيعتمدوا على الخامات كلها جاية لهم من الصين ومن الهند. فكان ضروري ناخد إجراء، وفعلا أخذنا إجراء، وإحنا في مرحلة متقدمة للشراكة مع الشريك الصيني علشان إنتاج بعض الخامات الدوائية مش كلها في شركة النصر بكمية تقدر تخلينا ننافس اللي جاي من بره، ونقدر بإذن الله نتوسع في بعض الأسواق اللي حوالينا، بالذات الأسواق الإفريقية، إن إحنا نقدر نصدر هذه الخامات. ده المحاولة الجادة من شركات قطاع الأعمال العام لسد جزء من الاستيراد اللي هو جاي من بره بالنسبة للأدوية. تهيل، لأنه فكرة شراكة مع القطاع الخاص برضو أيضا في مجال الأدوية أعتقد أيضا مفيد. تمام، هو قطاع خاص ومصري وأجنبي. تمام سيد الوزير، سؤالي الأخير لحضرتك متشرفة بمداخلتك فندم، إيه الشركات التانية اللي هيتم تصفيتها قريبا؟ خليها لما هو ما فيش شركات، هو في شركة ويعني هنعلن عنها قريبا جدا. دي هتبقى رابع شركة من 120 شركة بلس. احنا عندنا يعني في شركتين اتصفوا من شركات التوابع اللي هم كانوا 120 شركة عند استلامها مني، وشركة من الشركات المشتركة. احنا عندنا حوالي 400 شركة مشتركة، ما بين شركة واحدة مشتركة من 400 اتصفت، واثنين من 120 اتصفوا، يمكن واحدة تلتة هتلحقهم قريبا. هذه الشركات كان لا يمكن قيامها تاني واستمرارها تاني، ما فيش يعني اي عوامل تخليها انها تستمر. في مجال ايه تقريبا بتعمل يا سيادة الوزير؟ معلش خليها يعني تم دراسة تعويض الموظفين. انا من هنا بسأل حضرتك. لا لا طبعا تم دراسة، يعني احنا ما بناخدش القرار ده غير لما بنشوف المصادر التمويل بتاعت التعويض ايه.